السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله النعيمي، رئيس تنفيذي لسوق قبضة بالأوراق المالية. يسعدني أن أكون معكم اليوم في الحلقة الثانية من سلسلة المقابلات التي يجريها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي نجمع فيها شخصيات رائدة من شركاتنا المدرجة من قطاعات متنوعة لمناقشة الجوانب الحيوية في سوق رأس المال والتي تهم المستثمرين. من خلال هذه المقابلات سوف نحاول أن نتطرق إلى أحدث أخبار الشركات المدرجة، نستكشف التحديات التي تواجهها وأبرز الفرص التي تنتظرها وكذلك خططها المستقبلية. العالم حالياً يتسابق لتحقيق طموح الحد من الكربون وتبني ممارسات مستدامة في مختلف جوانب الحياة. حلقتنا لهذا اليوم مجموعة حديد الإمارات أركان المدرجة في سوق أبوظبي الأوراق المالية، واحد أكبر الشركات المنتجة للحديد ومواد البناء في المنطقة. مجموعة حديد الإمارات أركان تبذل جهود حثيثة للحد من انبعاث من الكربونات وتصدر رحلة التحول نحو المستقبل أكثر استدامة. وعليه اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم المهندس سعيد عمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والذي سيطلعنا على أهم الخطوات التي تتخذها المجموعة في هذا المجال. مرحبا فيك. مرحبتين أخوي عبد الله، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. ببدأ بأول سؤال، المجال اللي أنتم موجودين فيه مجال صعب شوي، لأنكم تستخدمون طاقة كثيرة رغم أنه مجال حيوي ونحتاجه كثير، لأنه في أساس لبناء الانفراستراكشر خاصة الحديد ومواد البناء. صحيح. كيف قدرتوا أنكم توفقون بين الحد من الكربون وتوفير المنتج للمستهلك؟ سؤال مهم عبد الله صراحة. في البداية أتوقع إحنا لازم نعترف اليوم، شوف صناعة الحديد في العالم بشكل عام هي مسؤولة عن تقريبا من 7-8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، هذا بشكل عام. ولكن اليوم إحنا في حديد الإمارات أركان في وضع ممتاز جدا، انبعاثاتنا أقل بكثير إذا قارناها على مستوى العالم أو حتى على مستوى منافسينا بشكل عام. طبعا هذه الأسباب كثيرة، منها أن أساسا المصانع اللي لما بنيناها أخذنا بعين الاعتبار الاستدامة، يعني المصانع ذات تقنية حديثة فيها الانبعاثات تكون أقل على مستوى الصناعات التقليدية بشكل عام. اليوم نحن نستخدم البروسس اللي يسمونه دارك ريدكشن ايرون، هو الاختزال المباشر الذي يعتمد على الغاز مقارنة بالصناعة التقليدية في العالم اللي تستخدم الفحم. طبعا مع الفحم يكون في انبعاثات اكثر لثاني اكسيد الكربون. هذا من ناحية. من ناحية ثانية اليوم الشركة ولله الحمد احنا اول شركة على مستوى العالم اللي نلتقط الكربون من خلال البروسس هذا اللي هو دارك ريدكشن ايرون، الاختزال المباشر، وطبعا ونستخدمه في الحقول النفط خلال مشاركتنا مع الريادة اللي هي طبعا شركة تابعة لأدنوك. الله يسلمك. يعني أنتوا بديتوا في موضوع الاستدامة حتى قبل ما يطلع في العالم ويبدأوا يتكلمون في موضوع الاستدامة. صحيح. تأسيس المصانع أو خطوط الإنتاج عندكم. صحيح. لتكون سبورت هذه الانيشيتيف. صحيح. اللي موجود فيها. نعم، هذا كان من البدايه. مثل ما قلت لك اليوم وحده الاختزال المباشر كان من الاستثمارات الكبيره اللي استثمرناها فيها لما بنينا المصانع. هذا الكلام اتكلم عن 2006 في وحده التقاط الكربون، حتى كان يعني كان خلينا نقول جزء كبير من المشروع، حتى ككوست كان كبير جدا، ولكن حطينا في المشروع التقاط ثاني اكسيد الكربون. اللي بعدها لما شغلنا الحمد لله المصانع قدرنا ان نستقطب ثاني اكسيد الكربون وتشاركنا مع رياده في ضخه في حقول النفط. يعني نحن لو نرجع للنقطه اللي تفضلت فيها سابقا وقلت ان نسبه صناعه الحديد تشكل من 7-8% من انتاج الكربون، عندكم انتم اقل من هذه النسبه. نعم، نحن اذا بنقارن، اذا بعطيك ارقام بس على مستوى العالم اليوم نحن تقريبا 45% اقل انبعاثات مقارنه بكل منافسينا في المنطقه. وإذا بنتكلم عن مستوى الأفرج في العالم احنا نتكلم عن حتى 50% أقل عن مستوى العالم للأسباب اللي ذكرتها، التقنية في البداية واستقطابنا للكربون. طبعا احنا نستخدم بعد سكراب اللي يساعد كثير في هذا الموضوع. فاحنا الحمد لله عندنا
حتى كبداية يعني خلنا نقول قاعدة ممتازة من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية المصانع اللي موجودة عندنا مقارنة بالصناعة التقليدية في العالم. ذكرت نقطة مهمة أنت الله يسلمك، استخدام أو إعادة تدوير واستخدام سكراب اللي موجود فيها، كيف تم هاي العملية خاصة في الحديد؟ يعني شوف سبحان الله، يعني معدن الحديد يعني أنا أقدر أقول لك أنه من أفضل المعادن، هو أكثر معادن صديقا للبيئة لسبب جدا بسيط. الحديد لما تعيد تدويره، لما تصهره مرة ثانية، يعطيك نفس الخواص اللي موجودة فيه، ما يتغير شيء، يعني ما يحتاج إلى إضافات أو شيء أساس أنك تحصل نفس المواصفات الأساس اللي موجودة في البداية الأساسية، وهذا شيء صراحة جدا جيد. فأنت كذا طبعا هذا ناهيك أن حتى في عملية التصنيع نفسه لما تصهر الحديد ما في انبعاثات ثاني أكسيد كربون كبيرة مثل مقارنة مثلا بصهر الحديد في الفرن العالي اللي هو مثل ما قلت لك يستخدم فيه الفحم. فالخردة عندك أول شيء انبعاثات قليلة، ولكن في نفس الوقت بعد تعطيك تقريبا نفس الكمية ونفس المواصفات اللي أنت تحطها في الفرن لما تصهر الخردة. يعني من ناحية اقتصادية إعادة التدوير ممتازة جدا. نعم يعني أقل تكلفة، أقل انبعاثا، ونفس المنتج. نفس المنتج يعني، وحتى من ناحية اليلد يعني خلنا نقول الطن اللي تصهره تقريبا تحصل 95 نفس الطن سائل، فهي بعد خاصية ممتازة. طبعا نحن بالنسبة ان احنا اليوم نوصل الى في البروسيس مالنا قاعدين نزيد من استخدام الخردة. السنة اللي طافت وصلنا الى 15%، وخططنا المستقبلية كلها ان شاء الله على تركيز كثير على ان احنا نستخدم الخردة بشكل اكبر. وهل هاي خطط استخدام او الريسايكلينج اعادة التدوير هل موجودة في منتجات اخرى غير الحديد او في الحديد؟ طبعا اكيد في منتجات اخرى، يعني مثلا في مواد البناء اعادة التدوير شيء مهم. على فكرة احنا في منتجات من الحديد نستخدمها في مواد البناء مثل الطابوق والامور هذه لانتاج مثلا الطابوق الحراري، اللي طبعا الطابوق الحراري هذا جدا ممتاز، تعرف اللي يستخدمه في البيوت على اساس انه عزل الحراره سواء البروده او الحراره، فيقلل بالتالي يقلل من استخدام او استهلاك الطاقه بشكل عام. فحتى من المواد اللي نستخدمها كريسايكل او اعاده تدوير حتى من منتجات الحديد مثل خبث الحديد وغيره يعني. فحتى من مواد البناء عندنا امور كثيره نستخدمها على اساس انها تعطينا خلينا نقول خواص اكثر واحسن، ولكن في نفس الوقت هي صديقه للبيئه. شو اكثر التحديات اللي تواجهونها في هذا المجال؟ احنا نتكلم عن الاستدامه. من ناحيه الاستدامه يعني طبعا احنا يعني خلينا نقول من تخفيض الكربون بشكل عام، انا صراحه طبعا في اشياء كثيره اليوم الوضع بشكل عام، خلينا نكون شوي واقعيين اخوي عبد الله، يعني الوضع مش واضح 100% من ناحيه التشريعات ونفس هذه. فاتوقع انه يعني التحدي الاكبر اليوم هو وجود تشريع حكومي كامل متكامل شامل للبيئة، طبعا التشريع للبيئة نفسها، وفي نفس الوقت كذلك للحد من خلينا نقول المنتجات أو المواد اللي تدخل السوق بشكل عام غير مطابقة لهذه التشريعات من ناحية طبعا الديكربونيزيشن والأمور هذه. يعني أتوقع هذا تحدي كبير مش على مستوى بس صناعة الحديد، على مستوى الصناعات بشكل عام. يعني هو صحيح تحدي كبير في جميع الصناعات هاي مثل ما تفضلت انت، ونحن نلاحظ بهذا لان الحين ما في رؤيه حتى في العالم كله، يعني من ناحيه فريم ورك او ستاندر. هاي اشكاليه موجوده. وين تشوف المستقبل؟ المستقبل انا دائما متفائل صراحه، دائما متفائل في المستقبل. صناعه الحديد من الصناعات اللي يعني اقول لك جيده جدا في هذا المجال، مجال الديكربونيزيشن او تخفيض البصمه الكربونيه بشكل عام. اذا تشوفه على جميع الاصعده يمكن من الصناعات اللي خلينا نقول اقرب، ما بقول اسهل بمعنى اسهل، ولكن هي الاقرب انك انت تنزل من الانبعاثات الكربونيه. في مثل ما قلنا يعني استخدام الخردة الحديد، يعني استخدام الهيدروجين حتى لانتاج الحديد الاخضر مثل ما يقولون. بس انا احطها بثلاث نقاط رئيسيه أساساً نحن نخفض الكربون في صناعة الحديد. الأول هي الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، وهي الحمد لله متوفرة في البلد بشكل كبير. اثنين، توفر الغاز الطبيعي، وهي كخطوة ثانية لتخفيض ثاني أكسيد الكربون. ثلاثة واللي هو الأهم، توفر الهيدروجين. طبعاً هي ما أقول لك توفر الهيدروجين هو كمية
ولكن بعد بسعر تنافس منافس. فأنت عندك هاي الأشياء الثلاثة مهمة جدا في صناعة الحديد لتخفيض البصمة الكربونية. احنا طبعا خططنا اليوم ان شاء الله في 2030 نخفض الى 40% من انبعاثاتنا من ثاني اكسيد الكربون، وان شاء الله نوصل الى الحيادية في 2050. الى الوصول الى الحيادية يتطلب تحديدا هيدروجين بكميات الى حد ما شوية كبيرة مقارنة بالصناعات الثانية، ويمكن هذا يكون بعد هذا خلينا نقول هذا شيء جيد يعني للسوق المحلي، لان الحمد لله الامارات سباقه في هذا المجال، واتوقع ان احنا قطعنا شوط كبير ان شاء الله وراح نوصل الى ان احنا ننتج هيدروجين بكميات مناسبه. وفي نفس الوقت طبعا الهيدروجين هذا لازم يكون سعره تنافسي اللي يقدر احنا ان شاء الله نستخدمه في البروسيس. هذا كله مساهمه في الحديد الاخضر. نعم. وحين كمصطلح حديد اخضر يعني شو يعني بالضبط؟ مش تعرف هذا الحديد الاخضر مثل ما تفضلت ان حتى التشريعات هذه العالميه مشترها مش واضحه، يعني خلينا نقول ان في ناس تستخدم هذا المصطلح بس لانه نسبه الكربون نسبه انبعاثات الكربون عنده منخفضه مثلا، ولكن ما في تشريع محدد يعطيك شو معنات الحديد الاخضر. ولكن بالنسبه لي انا تحديدا إذا بنتكلم عن الحديد الأخضر معناته أنه لازم يكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى حد ما حيادية. الصراحة أشياء جميلة نحن نسمعها عن حديد الإمارات، فيها معلومات صراحة لأول مرة أنا أعرفها عنها. الله يوفقكم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على إعطائنا هذا الوقت وإعطاء مستثمريننا معلومات عن هذه الشركة وعن ما تقوم به الشركة في موضوع الاستدامة، خاصة نحن عارفين دولة الإمارات الحين متجهة إلى كاب 28 يفصلنا عدة أيام عنه. صحيح. الاستدامة شيء مهم عندنا، والاستدامة شيء أساسي موجود في مجتمعنا. مثل ما تفضلت أنت سابقا، المصانع انبنت قبل ما وضع الستاندر أو الناس تتكلم فيها، فهذا شيء من أساسنا، شيء مبعوث موجود فينا. شكرا لك وشكرا لوقتك. العفو شكرا، يعني شاكر لكم هاي الاستضافه، استمتعت معاك اخوي عبد الله، وان شاء الله نشوفك قريبا باذن الله. شكرا.